مواصفات المرأة في الحب بحسب برجها الفلكي. البرج الذي تنتمين إليه يؤثر على شخصيتك وطريقتك في التعامل مع الآخرين، وحتى طريقتك في القيام بالأمور وكذلك الوقوع في الحب. فكل برج من الأبراج له مميزات وصفات قد تجعله يكون شريكا مناسبا لك أو شريكا غير مناسب نظرا لعدم توافق برجك مع برجه. كيف تكون المرأة في الحب بحسب برجها؟ الحب وامرأة الحمل. تمتلئ امرأة برج الحمل بالطاقة والحيوية، وتستخدم المنطق في التعامل مع كل ما يصادفها في النواحي العاطفية والمهنية والاجتماعية، كما إنها تعد قائدا وتحب أن تسيطر في علاقاتها مع الآخرين عليهم، وتحب أن يحتاج إليها الشريك باستمرار. الحب وامرأة الثور. تحب امرأة الثور السيطرة، وترغب في التحكم وامتلاك القوة واتخاذ القرارات، كما إنها تحب المرح والتسلية، وهي تقع بشكل سريع في الحب نظرا لتمتعها بحس مرهف. وعندما ترتبط فإنها تلتزم مع شريكها في علاقة جادة، وتحب أن تتعايش معه في هدوء. الحب وامرأة الجوزاء. امرأة الجوزاء مرحة، تحب الحياة، ولهذا يحب الآخرون أن يمضوا أوقاتهم معها. إنها بارعة في النقاش وسريعة البديهة، وتحمل عمقا في أفكارها، لكنها بعيدة عن الرومانسية، وهذا ما يجعلها تخشى الوحدة حينما تحب وتتعلق بشريكها كثيرا. الحب وامرأة السرطان. تكون امرأة السرطان حذرة مع شريكها حين تحب، وتبحث عن الشخص صاحب المواصفات العالية الطموح والذكي، وتتميز بكونها مستمعة متميزة، وحينما تدخل في علاقة تكون ملتزمة فيها وتمنح شريكها كل شيء تقدر عليه. الحب وامرأة الأسد. تتميز امرأة الأسد بشخصية رائعة وثقة في نفسها، وتستطيع أن تجذب الآخرين بسهولة، كما إنها وفية لشريكها. وعندما تحب فإنها تحب بقوة وتعطي كل اهتمامها لشريكها على الرغم من حبها للحرية. الحب وامرأة العذراء. تظهر امرأة العذراء عكس ما تشعر به أو أقل من مشاعرها بكثير، فتبدو هادئة غير مبالية حينما تحب أو تدخل في علاقة، لكنها في داخلها تكون خائفة من أن تكون عرضة للأذى، ولا يسهل على الآخرين معرفة ما بداخلها أو التنبؤ بتصرفاتها. لكنها تحب شريكها كثيرا، وتشعر بالإحباط حينما لا يعرف ما يدور بداخلها أو ما تنوي القيام به، فهي تحب أن يعرفها حق المعرفة. الحب وامرأة الميزان. امرأة الميزان دقيقة ومنظمة، وتخطط دوما لكل أمر قبل أن تقدم عليه، وهي تكون سعيدة طوال الوقت سواء أكان في علاقة أم كانت وحيدة، لأن هذا اختيارها وما يحمل قيمة بالنسبة إليها. فهي تختار دوما ما يناسب تطلعاتها، وتميل إلى أن تجعل شريكها ينتظرها لفترة طويلة قبل أن تلتزم معه. الحب وامرأة العقرب. امرأة العقرب عاطفية، تعتمد على شخصيتها في العلاقة مع شريكها، والحب بالنسبة إليها أهم شيء، لكنها تميل إلى العدوانية فيه والحزن واختلاق المشاكل والأزمات بدون سبب. الحب وامرأة القوس. تتمتع امرأة القوس بحب المغامرة والحرية، وتميل إلى اتباع قلبها وعقلها معا حينما تحب نظرا لأن ذكاءها عال ويسمح لها بالاختيارات الصحيحة. الحب وامرأة الجدي. تهتم امرأة الجدي أكثر بطموحاتها ومستقبلها، وتتطلع إلى أن يكون شريكها متفهما لهذا، كما إنها تحب تكوين الأسرة كمرحلة ثانية شرط أن تجد الشريك المناسب. الحب وامرأة الدلو. حينما تحب امرأة الدلو فإنها تمنح شريكها كل ما تستطيع من رعاية وتضحية واهتمام نظرا لأنها عاطفية للغاية، وتحب أن تعيش أجواء رومانسية. الحب وامرأة الحوت. تتميز امرأة الحوت بالحنان والمرح في تعاملها مع الأشخاص، وتخشى أن تتعرض للأذى وألا تقع في الحب، وهي تضحي من أجل شريكها حتى لو كان على حساب مصلحتها.